شهر 12 اللي فات، وفي فرق كبير جدا الحمد لله. الحوار راح كده، دي صورتها دلوقتي ودي صورتها من شهر 12 اللي فات. كانت الشمس بتضايق عينيها، ما كانتش تقدر تفتح تواجه الشمس، اه كانتش تقدر تفتح عينيها، كانت تقفل. دلوقتي عادي بالنسبه لها، دلوقتي الشمس. عادي بالنسبه لها. نعم، كان ريكورد فور مي كده. والحاجات القريبه، حاجات القريبه كانت دايما تفضل ان هي تكون قدام شاشه التلفزيون، لكن دلوقتي جلد. اه لازق فيه طبعا جلد. لكن دلوقتي اه تقدر تبعد عادي، بيبقى بالنسبه لها الرؤيه موضوع سهل يعني. نعم.